السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة كنا عند السفارة المصرية تجديد الجواز، حبينا نعمل فوق كده على السريع ونوريكم منظر هنا جميل كده من فوق. بصراحة كل حاجة هنا الحمد لله مشيت تمام. خلينا نبص. المنظر من هنا بصراحة منظر جميل. احنا هنا في قرب السفارة المصرية، بجوار السفارة المصرية، عشان تجديد الجواز. فوق من هنا فوق كده على اليمين شجر التين، طبعا التين والزيتون نسير بقى صحاب التين والزيتون على طول في جنب بعض، ده من آيات الله سبحانه وتعالى المذكورة في القرآن الكريم. زيتون اسود، زيتون اسود جميل. ده المنظر من هنا، منظر من فوق. ده شكل الأردن. النزول سهل جدا، انما بالنسبه للطلوع اصعب ما يكون. بالنسبه للطلعات الواحد ياخدها مشي على الرجلين، النزول بيكون يعتبر اسهل بكتير من انك تصعد. المنظر ده بصراحه عجبني فحبيت اصوره النهارده، ودي خبر جوله من جولاتنا النهارده في الاردن. المنطقة اسمها ايه؟ قالك مش عارف، بس هي عند السفارة المصرية، بنجيبها على جوجل. فانا بينا نصور، بس عشان ما صورناش من زمان، اعتبر ده الفيديو بتاع النهاردة. جولات الكاميرا حول العالم، ان شاء الله بقى لنا جولات كتيرة في اماكن كتير، في اماكن مختلفة في العالم ان شاء الله، مش بس هنا من الاردن. هيكون ان شاء الله برضو لما ننزل مصر نصور، حاول نصور بعض الفيديوهات. نفسي والله الواحد يشتاق ان هو يصور من مصر. انا ما صورتش من مصر لحد دلوقتي ولا فيديو، بس ننزل ان شاء الله يبقى نصور الفيديو بتاعنا باذن الله. مش فيديو واحد، اكتر من فيديو باذن الله. في اماكن كتير الواحد حابب يروحها، ف ان شاء الله بقى في فيديوهات جميله. ننظم المباني، رص الحجارة عشان ما تقعش. لسه برضو نزول. ده شكر العبل. يا سبحان الله، احنا في شهر 10 صحيح، الجو يعني لسه جو معتدل خريف، يعني ما احنا شايفين الخريف يتساقط بعض من الاشجار، فهو ده الجو الخريف. هو متقلب ما بين السخونة والبرودة والهواء.
كم دقيقة؟ ولا 5 دقائق؟ مش عارف، مش شايف، مش شايف، مش شايف. يعني في ناس واقفة هناك مستنية، باص مستنية مواصلة، هروح نقف معاهم. أنا مش عارف أروح فين، بس هنقف معاهم. الباص السريع صورنا أخيرا الباص السريع. تدخل المنطقة الخضراء دي، واحد من زمان ما صورش في أماكن الخضراء. تلاقي سبحان الله يعني الخضار دي رونق وجمال يريح الأعصاب. شجر الخروب، شجر مش عارف ايه، صنوبر، صنوبر، شجر صنوبر. دي تعتبر ثالث أشهر شجرة في الأردن، التين والزيتون والصنوبر. حلوة الشجرة دي، جميلة، فيها ألوان الأحمر ده ألوان روعة. مفيش هنا مكان عبور مشاة، فنضطر نعبر مشاة سريعا مشيا على الأقدام. المنظر اللي هناك اللي احنا شايفينه ده مكان ما كنا نازلين من هنا، نزلنا من هنا السفرة فوق هنا، ده المنظر لحد هنا. يلا بينا نعدي، عايزين نعدي كحلي، مش عارف نعبر الشارع. تونس عدى من هنا، خدمنا سيب غير ان شاء الله، بس احنا لازم نعد. يلا بينا، 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 يلا بينا نعدي. فرصة، 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 فرصة السريع. ده مكان الباص السريع، ده سوبر ماركت الفارنات. صح، ها هنا في اتجاه سوق الجمعة. من حتة المهاجرين، في محطة الأنصار بس
محطة المهاجرين تشتغل بالطاقة الشمسية، يعني محطة بنزين، محطة غسيل زي بتاعت خلدون. المهاجرين والأنصار، نتمشى إن شاء الله لحد ما يجي الباص نركبه. الباص تنبرد بإذن الله. تثبت التليفون وتثبيت راسي، فالآن لا تثبت المغني شامل اهتزاز. كنت أنا عدينا بالتمن دقايق، وهي 8 دقايق من دي المسموح بيها على اليوتيوب والوضع اللي علمت. هاي فيديو يتجاوز أقل من 8 دقايق غير مؤهل لوضع الإعلانات عليه، عشان كده تلاقي أغلب الفيديوهات ما بين 8 دقايق فيما فوق 8 9 10 15 20 نص ساعة. مين أغلى جسر مشان؟ أنا عبر ما مش عمل على الأرض، بس ده جسر مشان المفروض كنا مشينا من عليه. سيارة البيبس بدك تشحن طاقتك، ربع لك بنزين، لانتين بيلي فيو اوتيل، هوتيل بالانجليزي، اوتيل تاون تاون بالبرتغالي. لا مزبوط، سوبر ماركت مش عارف 6 مليون. سلك سلكنا الصوت. الحمد لله المنظر بقى سبحان الله، يعني كنا دلوقتي نصور المنظر من فوق، دلوقتي بنصور المنظر من تحت. بدأت تلاقي شكل المغني من تحت، يعتبر دي شكل منظم جميل يعني.
المنزلية. دي تعتبر جولة سريعة بالقرب من السفارة المصرية. عندنا فيديو كده من بعض المناطق، أشهر المناطق اللي موجودة هناك. وفي حاجة مشهورة يعني سبحان الله، يعني أو حاجة الواحد يعرفها بالنسبة لي، يعني عندك هنا في صيدلية الجعبري في ممكن تلاقي دكتور، ممكن تلاقي واحد بيدهن الرصيف ما شاء الله، راجل متبرع عشان يدهن الرصيف، مش متبرع ولا حاجة، ده شغله تبع المكان ده. بقى ايه، مكان سوق الجمعة. ده سوق الجمعة ده بيكون يوم الجمعة، بتكون فينا حاجات يعني ملابس وكل ما يخص الملابس، بس انما دوت كهربية لا، يخص اللبس. والنهاردة قافل، فتلاقيه فاضي. يعني يوم الخميس بالليل نبدأ الاستعداد والتجهيز ليوم الجمعة. هو معروف ان هو سوق جمعة، اسمه سوق بعد السير، كان الأول موجود في العبدلي وتم نقله إلى وادي السير. إشارة المرور، احنا بنحاول ان شاء الله دوله سريعه كده. بس ناخدها من فوق ومن تحت ومن ما بيت. ده السوق بيكون موجود من هنا، هو السوق الشعبي، سوق الجمعة، أمانة عمان الكبرى. سبحان الله، جيت من قريب بس نسيت أصور، مش عارف ليه. جينا أنا ومحمود هنا تجولنا كده، وجبنا روت الرياضة الأمير، بس للأسف مصورتش، مش عارف ليه مصورتش، ممكن نسيت. ودي إن شاء الله المرة الواحد ينسيها، نحاول نزمشي نحتش. لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وادفع على خدمة الجرس علشان يوصلك كل جديدنا.